رومانسية نريم بيوتي ورامي، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع نارين بيوتي ورامي، حيث لاحظ الجمهور انه خطيب نارين بيوتي ما بيظهر كتير على السوشيال ميديا وظهوره كتير بيكون قليل. وبالرغم من الظهور القليل لرامي الا انه خطف الانظار والجمهور حب كتير شخصيته. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted. نمر إلى لين أبو شعر اللي قامت اليوم بنشر ستوريات صرحت من خلالها إنه هي بعد الحمل صارت تسقط شعرها وراحت للدكتور تعالج هاي المشكلة. هاي جايز كيفكم؟ يعني طلع موضوع الشعر عامل أزمة عند الكل. لو بتشوفوا الانبوكس عندي يعني لمختلف الاسباب، يعني مو بس حمل وولاده وهيك، يعني اكيد تساقط الشعر مشكله عند الكل، خصوصي الاشخاص اللي عايشين بالخليج، يعني هذا الشيء معروف من المي واللايف ستايل وهيك. المهم رحت عند دكتور وسام عضاده، هو يعني ما شاء الله عنده نمبر 1 بدبي، المختص بمجال الشعر وزراعه الشعر والطب التجميلي والى اخره. المهم فشو رح نعمل؟ رح شارككم الخطة اللي حنساويها. طبعا فحص لي شعري وهلا بوريكم كيف طريقة الفحص. واتفقنا انه رح نعمل علاج بالخلايا الجذعية مبدئيا، بس قال لي انه هو لازم ما اتفاجأ لو بهالاشهر صار تساقط، لان هذا شيء جدا طبيعي. نمر ايضا الى سارة الورع وغيث مروان اللي امبارح قاموا باستقبال رغدة كيومجيان وسام قطب واحمد حمدان في بيتهم. كلبك عم بياكل برجلي، هذا واحد. كلبك افترس رجلي حبيبي. الو يا حبيبي العيلة ايش مالها؟ اسمعي انا العيلة العيلة نبلت في شيء مو مزبوط بعلاقتك مع سامبا. ما بتطمن. شو مطلوب مني؟ لا ماما يتضايق سارة صراحة. لا تفاخذنا وشي يا جماعة.